مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. بعد إعلان انفصالهما، ردت سارة طريش على مقطع زوجها محمد بوشايب حيث انتقدت تصرفاته بعد الانفصال. ميديا خلوا الناس يشدوا لي التصويرة شابة. تنيت الحمد لله يا ربي. بعدا الغلا عملت شغلها، كاين شي فئة تاع رجال مو حاجة، رجال فئة تاع الكورة جو كيديروا زعما دي ستوري هكايا بطل زعما ني حنتحرحر ولا نخنس. شكون اللي لمها نخنس؟ تو سامبلومون خويا انت كنت في الدار مع الزز مكرب، ما قدش المعيشة هذيك تاع تاع النقاء وحبل وسخ. واخويا جاية هكا راه جاية نقية، يا تحبل وسخ من قدامك سات. جاية جاية. لعرض إعلاناتكم على باقة باستارز، تواصلوا معنا عبر البريد الإلكتروني وتطبيق الانستغرام، وتشجيعا لنا اضغطوا على زر الإعجاب واشتركوا في باستارز على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تيك توك، انستغرام.